هي اول حاجه اخميم هي اصلا قريه في مدينه سوهاج. هي مشهوره جدا من زمان على مر العصور يعني المختلفه بالاقمشه النول اليدوي والتطريز والحرير، وحتى كمان زمان كانت بتصدر كساء الكعبه وكانت معروفه بمدينه العشر تلاف نول يعني، وان هي كانت مانشستر ما قبل التاريخ يعني. فمن هنا بدا الموضوع انه انا لقيت ان الحرفه دي كان فيها اهتمام كبير جدا زمان على مر العصور المختلفه، وبعد كده بدات ان هي تندثر شويه، ما بقتش موجوده زي الاول، ما بقاش فيه اهتمام كبير بيها. فحبيت ان انا اسلط الضوء على المشكله علشان نقدر ان احنا نساعدهم ان هم يبقى عندهم اماكن للعرض كويسه يعني تليق ان السياح كمان يقدروا يتعرفوا اكتر على الثقافه والحضاره بتاعتنا. الفكره اصلا قايمه على التفاعليه بين السائحين وبين انهم يقدروا يروحوا ويشتغلوا بايديهم ويستخدموا النور. بالظبط، هم يقدروا فعلا ان هم يجربوا بنفسهم البروسيس نفسها بتاعه النسيج علشان يعني يرتبطوا اكتر بالحرفه ويعززوها يعني، يحسوا بقيمتها اكتر.